وإلى مدينة أبشة حاضرة إقليم والداي، حيث دشنا وزير البنية التحتية وفك العزلة آدم ينسمي السوق الحديث للمدينة بحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل وحاكم الإقليم محمد بشير أكرومي ومستشار رئيس الجمهورية علي خليل وعدد من المسؤولين بالمدينة بالإقليم وجمع من المواطنين. أحمد ياسين عبد الرحمن كان هناك وفانا بالتفاصيل. حضرة إقليم والداي خرج مواطنوها بمختلف أطيافهم وطبقاتهم الاجتماعية للمشاركة في حفل افتتاح السوق الحديث الذي بني بتمويل من الخزينة العامة للدولة ضمن المشاريع التنموية التي خصصت للإقليم. وعلى هذا الأساس فقد حضر وزير البنية التحتية وفك العزلة آدم يونسمي بجانب وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد محمد غزالي أصيل ومستشار رئيس الجمهورية علي خليل وحاكم الإقليم للمشاركة في هذا الحدث الكبير لأهالي المنطقة. عمدة بلدية أبشة رحب في كلمته بالجميع مشيدا بجهود الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو الذي وجه ببناء هذا السوق الحديث وتنفيذ عدد من المشاريع الأخرى بالمدينة. من جانبه حاكم الإقليم محمد بشير أكرومي هنأ مواطني أبشة بهدية رئيس الجمهورية وهي السوق الحديث، مذكرا الجميع بتاريخ مدينة أبشة منذ قديم الزمان، خاصة في مجال التبادل التجاري مع التجار العرب القادمين من بلاد السودان ومصر وليبيا والجزائر وغيرها من الدول، داعيا جميع التجار الاستخدام الأمثل من أجل الحفاظ على السوق والاهتمام بنظافته. وزير البنية التحتية وفك العزلة آدم يونسمي قام بقص الشريط إذانا منه بالافتتاح الرسمي للسوق وتسليمه للبلدية. افتتاح عن السوق ده، السوق ده يعني مهم جدا وبعدين اليوم يفتح عشان الإيثار في السوق الكبير أنا أبشة المعروف ده، فك الإيثار شوية عشان هناك ده تري سوليسيتي ويجي يعني جاي لكن ما يكفي أسباب ده، إنه محل إن شاء الله يفتح بعدين دوزيوم فاز فرازيوم فاز عشان كله يكون مرشي كويس، لكن ده بداية عن الاسم ده بداية والبنية كويس مبنى ديل كونفورما في كونترا شغل القاعدة ده كله سوه، والآن نفضل شغل الآخرين هنا العمن هنا السوق يعني هاوغينا والفضل المريد الكل هم كل يسو بس السوق ده الناس يكفوا يقود وبعدين هم يسو يعملوا ريه كل يوم وهكوم يسيل الانفراستركتور الكبار، والحمد لله اليوم ناس نعبش يكون اليسار الفيز والكبير ينفك شوية عشان الناس يكونوا يعني نشوفوا كيف يعني يكونوا مارشي تيماتيك يعني ما هنخلى هني ما هنوسمي هني يكون مارشي يعني مودرن. ونشير إلى أن السوق الحديث لمدينة أبشة يحتوي على 632 دكان وأماكن مخصصة لتجار اللحوم والخضار، وبه خدمات إضافية أخرى كصهريج للمياه وكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.